السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد ديال الترموديناميك بارتي 15. جيسبر كو لي زوتر بارتي تكونوا فهمتوهم ان شاء الله مزيان باش تفاليديو هذا الموديل مونسيون. نحاول ان شاء الله الى بقى الوقت باش نخدم معكم تخافو ديريجي افون ليكزامان. بون، اذا هنا عندنا لينيغاليتي دو كلونسيونس. اذا هاد لينيغاليتي بانت في واحد الوقيته باقي ما عرفناش الضره كي دايره، باقي ما عرفناش شحال من حاجات، باقي ما عرفناش لينياج الكترونيك شحال من حاجه. اذا هاد لينيغاليتي بانت باش تفسر لنا اكثر وتقرب لنا المفهوم ديال لونتروبي. بيان سور كلونسيونس كيقول انه الشالور ما يمكن ليهاش تنتقل من كور فخواد لكور شو سبونتانيمون، يعني بطريقه سريعه ما يمكنش واحد لوكوش فخواد يعطي شالور لواحد لوكوش سبونتانيمون. بيان سيغ حنا عارفين كيما شرحت في الفيديو السابق ان الجسم الساخن هو اللي كيعطي الحراره للجسم البارد، ولكن اذا طبعا في الطبيعه، ولكن الا جينا حنا نشرحو ارتيفيسيلمون الثلاجه كتعطي واحد لا شالور فخواد لواحد الجسم سخون حطيناه عندنا الداخل ديال الثلاجه. اذا هادي ارتيفيسيلمون، مي الامر ما كيتمش بسرعه، كيتم شويه بشويه. اذا جات واحد لينيغاليتي كتقرب لينا اكثر المفهوم ديال لونتروبي اللي كيقول لنا ان دي اس، يعني في سيستيم ريفيرسيبل كيقول لنا ان دي اس انتيغال دي كي ريفيرسيبل سير تي. اذا بيان سير في هذه الحاله الى عندي سيستيم ريفيرسيبل، مي الى عندي سيستيم اي ريفيرسيبل يعني كتكون عندي دي اس سوبيريور دي كي سير دي تي باردون سير تي اي ريفيرسيبل. بون، من هادشي كلشي كنستنتجو ليكواسيون ديال نيدل كلوسيوس اللي كتقول لي ان دي اس سوبيريور هو ايكال دي كي سير تي. اذا نهايه المطاف هذه كتقرب لنا اكثر اننا باش ناخذ فكره على لونتروبي، يعني ان في نهايه المطاف يا اما كتساوي ديكي سير تي او بيان كتساوي واحد لافالور اللي هي اكبر من ديكي سير تي. من هنا استنتجنا ما يسمى بلونتروبي ديال لينيفيرس ديال دلتا اس ديال لينيفيرس. حتى هي كتنقسم بالعكس من لينيفيرس اللي هو الكون كله، حتى هي كتنقسم لجوج حاجات اللي هي سيستيم ريفيرسيبل و سيستيم ريفيرسيبل. الى عندي سيستيم ريفيرسيبل، اذا دلتا اس ديال اليونيفير كتكون ايكال زيرو، مي الى كان عندي ريفيرسيبل دلتا اس ديال اليونيفير كتكون عندي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. اذا في هذه الحاله كيكون عندي دلتا اس ديال اليونيفير اون جينيرال كتكون عندي سوبيريور ويدام زيرو. اذا هادشي باين لحد الساعه هادو مجرد قواعد لي دومونستراسيون ديالهم، يعني داك لي ديتاي كيفاش تحصلوا على هادشي با لابين باش نتعمق فيه اكثر، لانه خصنا نعرفوا لي نتعمق فيه اكثر مانيبولاسيون ديال لونتروبي لي بيان سي في سيستيم ايزوتيرم ايزوبار ايزوبار هادو لي كيطابو بزاف في لي بروف. وان شاء الله نتمنى لكم تيسير تفاليديو هاد الموديل مونسيون ان شاء الله بحول الله بحمد. بون، اذا نجيو نتفكروا شويه اشنا هي لونتروبي. اذا قبل غادي تفكروا شويه واحد العلاقات اللي كنا شفنا في ديال الشالور. حنا عارفين ان الشالور غادي ريمي ديالو كتساوي سي في دي تي بليس بي دي في. واللي ما اللي بغى يتفكر يرجع للفيديوهات القدام غادي تفكر كيفاش لقينا هاد العلاقه هادي. كذلك دي كي كتساوي ليا سي بي دي تي موان في دي بي. اذا هادو هما الفيديوهات، هادو طبعا العلاقات اللي لقينا ديال دي كي، ويمكن لكم ترجعوا باش تشوفوا كيفاش لقينا حتى هادي. اذا نجيو دابا نهضروا اون جينيرال شنو هو التعبير ديال دي اس ديال دي اس. اذا دي اس في هذه الحاله كيساوي ليا دي كي سير تي، اذا كيساوي ليا سي في دي تي سير تي بليس بي دي في سير في. اذا الى درنا لانتيغرال ديال سير هذا لوغاريتم لوغاريتم نقدروا نقولوا ان اس في هذه الحاله كتساوي ليا سي في ديال بيان سور دا لا فارياسيون دونتروبي غادي تعطي لي سي في لوغ ديال تي 2 سير تي 1 بليس بي لوغ ديال في 2 سير في 1.
بيان سور لانتيغرال كيكون عندي ما بين الحراره يعني هنايا في حاله الى عندي واحد السيستيم كينتقل من تي ان في ان بي ان او كيدوز لواحد السيستيم تي 2 في 2 بي 2. اذا هنا كتكون عندي هذا التعبير العام ديال ممكن ليا كذلك بلاص ما نخدم بهذه العلاقه باش نبين هذه يمكن ليا نخدم حتى بهذه واش ندوز لهذه وببساطه غادي نلقى عاوتاني علاقه اخرى اللي كتقول لي دلتا اس كتساوي لي سي بي ديال لوغ ديال تي 2 سير تي 1 موان في لوغ ديال بي 2 سير بي 1. اذا هادو علاقات يمكن لنا نخرجهم اون جينيرال ديال لونتروبي في حاله ما كانش عندي حالات استثنائيه. نشوفوا دابا الا كانت عندي حالات استثنائيه اللي هما كنعرفوهم مزيان في حاله الا عندي انتقال ايزوتيرم ولا كانت عندي مثلا ايزوبار ولا كانت عندي ايزوكور ايزوكور وبسيسا ايزوكور. اذا نبداو بايزوكور نشرحوا ايزوكور. اذا حنا عارفين ان في ايزوكور كتكون عندي دلتا اس ايغال سي في لوغ تي 2 سير تي 1 بليس بي لوغ في 2 سير في 1. اذا نرجعوا للعلاقه الاصليه اللي هي دي اس كتساوي ليا هذه اللي فيها دي في. انا عارف ان في كونستانت دونك لا ديريفي ديال في ايغال نيل. اذا في هذه الحاله دي اس اشنو غتكون كتساوي ليا؟ كتساوي ليا سي في دي تي سير تي. وملي غادي ندير لانتيغرام غادي تخرج ليا دلتا اس ايتيغال سي في لوغ ديال تي 2 سير تي 1. ما ننساش انه ملي كيكون عندي الفوليوم كونستانت اذا في هذه الحاله يمكن ليا نبدل تي 2 سير تي 1. مثلا لاحظوا الى عندي انا بي ان لاحظوا تبعوا معايا بي ان في ان ايغال ان ار تي 1 وعندي بي 2 في ان ما غاديش تبدل في ان ان ار تي 2. ملي غنقسم هادي على هادي اش غادي تعطيني؟ نقسم حنايا نديرو هادي نتمنى كيبان مزيان. اذا نقسم انا هاد العلاقة على هادي اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني بي 2 لاحظو غادي تعطيني بي 2 سير بي 1 مقسوم على تي 2 سير تي 1 بي 2 سير باغون بي 2 سير بي 1 كتعطي لي تي 2 سير تي 1 هذا كيتسامبلي فون كلشي. اذا في هذه الحاله يمكن لي نبدل تي 2 سير تي 1 ونقول ان دلتا اس كتساوي لي سي في لوغ ديال بي 2 سير بي 1 في حاله ما توفرتش عندي لا تومبيراتور وعطاوني لا بريسيون. بيان سور دلتا اس ما نساوش ان لونتروبي الوحده ديالها اون جينيرال هو الجول على الكيلفين. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري هاد لا بارتي هادي ديال ايزوكور. يمكن لكم تنقلوها ديرو بوز وانا متاكد انكم غادي تكونوا مسبقا عندكم واحد بتيت ريزومي وجيتو هنا باش تفهموا وتكملوا ديك لي دي ديالكم. اذا نشوفوا هنا ايزوبار. اذا بالنسبه ليا ايزوبار خصنا نخدم بشي علاقه ديال دي اس فيها بي ما فيهاش كي. اذا في هذه الحاله غادي نخدم بهذا. لاحظوا غادي نبدا نكتبها ليا دي اس تبعوا معايا كتساوي ليا دي كي سير تي. بون دي كي اش كتساوي ليا في هذه الحاله؟ كتساوي ليا سي بي دي تي موان في دي بي سير كوا سير تي. اذا كتساوي ليا سي بي دي تي سير تي موان في دي بي سير تي. بيان سور هادي كتساوي ليا زيرو صفر زيرو 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 بليسك دي بي عندي لا فارياسيون كونستون عندي بي كونستون دوك لا فارياسيون لا ديريفي ديالها ايميل. اذا كتبقى ليا دلتا اس كتساوي ليا سي بي لوغ ديال تي 2 سير تي 1 لوغ ديال تي 2 سير تي 1. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري هاد لا بارتي هادي. منساوش عاوتاني ان سي بي في هاد الحالة اذا كانت عندي الا كانت عندي هادي مشات الا مشات ليا هادي نقدروا نقولوا ان دي اس اللي كتساوي سي بي دي تي سير تي كتساوي لي كذلك دي اش سير تي. اذا في هاد الحاله دي اس كتساوي دي كي سير تي ولكن سي بي دي تي سير تي هي دي اش سير دي تي. اذا في هاد الحاله لونتار بي نحاولوا نتفكروا العلاقه ديال لونتار بي ملي كنا لقيناها سي بي. بون اذا هنا عندي دلتا اس كتساوي لي سي بي لوغ تي 2 سير
تي اه يمكن لي عاوتاني نرجع ندير ديك الغولاسيون عندي لا بريسيون كونستون اذا غادي نكتب بي في 1 ايتيغال ان ار تي 1 ثم بي في 2 ايتيغال ان ار تي 2 اذا نقسموا هذه على هذه غادي تعطيني تي 2 سير تي 1 ايتيغال في 2 سير في 1 جو بو رومبلاسي تي 2 سير تي 1 بار في 2 سير في 1 سي فو سي جو فو الا كان عندي شي مانك دو relation la montre des données faudra faire de base T2 sur T1 faudra V2 sur V1 c'est bon on passe maintenant à l'exotherme bon et de l'air nous cherchons l'exotherme exotherme exotherme ou un ami quand tu as P1 V1 la température reste constante ou quand deux l'ouah de marhala P2 V2 mais dans cette هاد يكون عندي لا طومبيراتور غيست بحال ليطا انيسيال ما كتبدلش اذا في هاد الحاله كنقول عندي ايزوتير الو بما انه عندي ايزوتير اشنو كيوقع كنعرف انه الشغل انه في هاد الحاله ملي بغي نحسب دي اس اللي هي ديكي سير تي جو بو رومبلاسي تو سامبلومون ديكي بار كوا بار موان دي دوبل في باسكو parce que في ازوتير كتكون عندنا كي كتساوي ليها موان دبل في وهذه معروفة حيت كي بلس دبل في كيساوي صفر بالنسبة للإنرجي أتر إذا أنايا هذه كنعوضها بشنو كنعوضها بي دي في على حقاش موان مع موان بلس هذه تبقى ليا دي إس وتبقى ليا تي هنا عندي دي في وهنا عندي تي وهنا عندي بي نشوفو الغوراسيون دو غاسبار فاش كتقول لينا كتقول لنا ان بي في كتساوي ليا ان ار تي دونك بي كتساوي ان ار تي سور في الوغ جو بو رومبلاسي تو سامبلومون بي باش ب ان ار تي سور في وعندي هنا تي وعندي هنا دي في اذا هاد تي كتمشي ليا مع هاد تي وكتبقى ليا ان ار دي في سور في اذا هنا عندي دي اس اذا الى انتبهنا هنا مزيان دلتا اس غادي تساوي تو سامبلومون ان ار لوغ ديال في 2 سير في 1 او بيان الى مشينا طبقنا عاوتاني الغولاسيون نفترض عندي هنا بي 1 عندنا هنايا في 1 اذا عندنا بي 2 في 2 عندنا ان ار تيغيست كونستون اذا ملي كنقسم طرفان طرفان كتخرج ليا في 2 سير في 1 اذا بي 2 سير بي 1 اذا جو بو رومبلاسي سا باغ ان ار لوغ ديال بي 2 سير بي 1 سي بيان اذا الى عندي بيان سيغ دلتا اس اكبر من الصفر اذا الى عندي هنا دلتا اس سوبيريور ا زيرو اذا كنقولوا انتقلنا فيغ واحد ليطا ديزوردوني اذا الى خرجت ليا دلتا اس اكبر من الصفر يعني انتقلت من واحد المرحله موان اوردوني ومشيت لواحد المرحله اللي هي بليس يعني بليس ديزوردوني اذا يعني هنا كنقولوا ان لونتروبي لا فارياسيون دو لونتروبي اي بوزيتيف مي الى عندي دلتا اس انفيريور ا زيرو اذا كنمشي فيغ واحد ليطا اللي هي اوردوني يعني كننتقل من واحد ليطا اللي هي بليس اوردوني وكنمشي لواحد ايطا موان ديزوردوني او بيان اكثر ترتيبا كننتقل من العشوائيه الى الاكثر ترتيبا ديك الساعات كتخرج لها فارياسيون de l'entropie est inférieur à 0. C'est bien. Et donc, je vais vous parler d'abord de l'isocore, l'isobar ou l'isotherme. Bien sûr, vous parlez de l'adiabatique. L'adiabatique, nous savons que la chaleur qui est 0. Et donc, dans cette situation, vous allez avoir la chaleur ennemie. Donc, dans l'adiabatique, اش كيوقع تو سامبلومون كتكون عندي شالو نيل ولا كانت عندي لا شالو ايغال ا زيرو ريفيرسيبل دونك دي اس ايغال ا زيرو اذا في هذه الحاله دلتا اس ايغال كونستون اذا كنقولوا عندنا ادياباتيك ريفيرسيبل هذا الشيء واضح وبين اذا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان ودمتم اوفياء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته